مثلا هذا كتاب عنوانه ابن تيمية ليس سلفيا. هذا كتاب ابن تيمية ليس سلفيا. الكتاب ده سبحان الله والله العظيم يعني ألفه رجل خريج أصول الدين من في السبعينات، يعني من ست من 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 حوالي 40 سنة، رجل صمد وبين في هذا الكتاب أن الإمام أحمد لا يمكن أن الإمام ابن تيمية لا يمكن أن يكون سلفيا في مسألة الأمور، لكن هذه من المسائل التي كبى فيها، وهو أنه بدأ يقول استوى، يعني جلس على العرش والعرش قاعد يزيق يقطه من الآخر. وفي حاجات هنستشهد بها إن شاء الله، يعني إذا كنا هنستمر في هذا الموضوع. وثم جاءت المذاهب الأخرى السلفية الآن أو الوهابية لتحيا مذهب أو تحيا هذا الجانب في مذهب الإمام أحمد الإمام ابن تيمية.